واهلا فيكم في حلقه جديده على قناه اليوتيوب. ان شاء الله يا رب تكون الحلقه الماضيه عجبتكم. في هاي الحلقه ان شاء الله راح اشارك في اول بطوله تاندم دريفت لسنه 2023 في الاردن على متن البي ام دبليو اي 30، لانه السيلفي لسه ما جهزت وده تقريبا 2000 years later حركه شهرين. فهلا بدنا نجهز الاي 30، راح ندخلها على الكراج، غير لها زيت، نشد السياره، بعديها نروح نعمل ميزان للسياره، بعديها نطلع السياره على الدينه. وهي السياره زي ما انتم شايفين البي ام دبليو اي 30، هلا راح اوديها على الكراج نبلش شغل فيها ونقول يا رب. السيارة عند مجاهد ميزان آية، بس نعمل هلا سيت اب للسيارة، نتأكد من التول الأمامي والتول الخلفي، وبعديها نطلعها على الدينو ونطلع على الحلبة. طلع في عندنا مشكلة بالكف الخلفية، عاملة تو اوت كثير لبرا. هسه لازم نصلحها بس لقدام، بس نخلص من التدريب ونسويها. هاي خلصت عيار السيارة، هلا بدنا نوديها على الحلبة نجرب السيارة. أنا حلبة مأدبة، هسا عم ننزل السيارات، غير كاوتشوك سريع، بعديها انزل اجرب السياره سريع سريع في الحلبة. سيارة احمد زحاب، هاي سيارتي جوا، هاي الحلبة. وصلنا تقريبا مش نازل على الحلبة حركة ممكن شهر، شو شهر؟ اربع خمس اشهر. وهي السيارة حطينا اول شيء تويو عادي، نجرب السيارة على كاوتشوك عادي، بعديها حاطين سلك، شفت كيف بدها السيارة. هاي انا بلسي، يعطيك العافية بلسي. نعاير الهواء. فعاليات فعاليات. Yeah.
حاليا عم بتدرب على السيميوليتر اللي هو اكثر شيء بيعلمني اسوق بالواقع صراحه. وهي كرسي السباركو اهم شيء دونه بعرفش اسوق طبعا، شيء مرتب الكرسي. وهي نفس التراك اللي راح نمشي عليه اليوم، فحاليا عم بتدرب عليه ونفس السياره، فان شاء الله اليوم نقدم اداء جميل. اجا يوم البطولة راح اجيب خوذة من عند كارستار، لانه كان في عندي مشكلة الدخنة تاعت الكوشوك بتصير تيجي على وجهي، فعليا ببطل اشوف. كانت هي مشكلة من زمان، وهلا خلص قررت اني اجيب خوذة مسكرة تسكر على وجهي عشان ما تدخل غبر علي. هاي الشباب بالكراج الله يعطيهم العافية اخذوا السيارات ونزلوا على البحر الميت. هي انا هلا بضل طالع على الحلبة، اخذ احمد دحام معي وضلنا زي على الحلبة. وطبعا اهم شيء الاكل الصحي، هاي سلطة شيء مرتب عشان ايش؟ ما ننمغص بالبطولة. شيء مرتب لازم نكون صحيين دائما. شو مرتب؟ شرف المعلم احمد. السلام عليكم. نايم. شو شعورك واحنا احد المنافسين؟ صباح الخير. بعد لبنتنا. خلص اوكي. يا سلام الحلبة، الجو صراحة فخم، انه يعني في شوية حر، بس الحلو فيه انه ما في شمس بالموضوع. فهذا الحلو صراحة، هاي الخوذة الجديدة اللي جبتها جديد. هسا بنروح نشوف السيارات، نشوف الفريق، وافرجيكم التراك على السريع. مثلا الحلبة هاي السيارات صراحة هي مرة كثير مرتب وكثير منظم انا شايفه. وهي الفريق، هاي المعلم بيزا وصبري طلع صبري. هاي الشباب. لا ما عليك، عندي الموضوع. السلام عليكم. حياك الله. هلا بالنبلسي، كهربجي قديم ولا بالنبلسي؟ اه شغل تمديد ومش تمديد. ايش مرتب؟ حياك الله فايق. سرق زي ما بدك يا عزيز. ايش مرتب؟ هسا اول ما يكبس الكبسه بس خلينا اصور له مقطع، خلينا نعمل له مقطع الفقعه. فقعه عرفت اللي مولعه. 100%. سيارة احمد، هي سيارة السابقين. الله اجواء، ايش مرتب. حياك الله. نروح نمشي بالتراك، هو نفس التراك القديم. فانا بس بدي امشي فيه هيك اتاكد من الامور، اتاكد من الارض، لانه في مرات تكون في ارض خشنه في ارض ناعمه عندنا هون بالبحر الميت. بس انا شايف حاطين هاي المره ترتيب احلى وتنسيق احلى، حاطين الوان طريقه ارتب شوي، ف شكله هون المره هاي الاجواء صراحه تكون احلى. وهي التراك صراحه شكله هاي المره مرتب طريقه كثير احلى، طلعوا كيف الخطوط على الارض. وهي المره الدهان شكله مرتب وفي شغلات مزفته، يعني شايفين في اماكن مزفتينها، شكله حيطلع نايس. هي الستارت من هناك، وهي اول زون. شايفين هذا الخط؟ من هذا الخط ببلش بياخذوا نقاط للدريفتنج، وهذا اول زون. بضلك ماشي العجلين يكونوا جوا هذا الزون، تطلع تكمل دريفت للكليبنج بوينت الثاني. هي الزون الثانيه بتضلك طالع هيك، وبعدين تيجي هون تقلبها هون. هي الزون الثالثه، كليب امامي، بعدين تيجي على اخر هذا كليب، بعديها في زون، بعدين بخلص. وهي الزميل عبد الله حماده ورسلان. رسلان طبعا هاي الاي 36 اخوان، اول سياره عيرتها بحياتي. هاي الزميل رسلان، هلا الشيخ، اول مشاركه لرسلان. طبعا هاي السياره اخوان اول سياره انا عيرتها، اول سياره تعلمت عليها البرمجه. السياره راح تكون شيء مرتب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، بس لازم تعلمني على الطقات. ابشر تفضل على المرض لو سمحت. حلو، هلا شوف احسن شيء جد تنزل عليه في البحر الميت، ممكن تفتح بوست شوي السياره. حلو، فشايف هاي حطها على الطقه، مش على رقم 3. حط على رقم 2، جربها هيك، اذا حسيت السياره بدها باور اكثر حط على رقم 3 و4. وانا في نص الحلبة اعمل هيك، لا بدخل بالجمهور. لا هسه خليك على رقم 2، وبس بدك باور اكثر حط على رقم 4. تشرفنا فيك اخوي ابو رسلان. انا بعمرك. السلام عليكم. عمار القيسي، محتوى احمد دحام الجديد. هلا والله، اهلين. تشرفنا فيك اخوي عمار. حبيبي على راسك. هلا براكتس كمان 10 دقائق. صديقي التوفيق صديقي. حبيبي حبيبي على راسك. حاليا احنا في اول جوله تدريب، هاي السيارات كلهم عم بتجمعوا هون عند البدايه، هلا راح نعمل جوله تدريبيه لكل واحد. نزلت اول جوله تدريبيه، من اول جوله بين انه في مشكله بالكلتش، الكلتش صار يزحط، جبنا كلتش من كار ستارز واخذنا العده من داينو، والشباب فكوا الجير وفكوا الكلتش، طلع الكلتش مزحط زي ما انا حكيت. فهلا بسرعه راح نروح هناك ونركب الكلتش الجديد
ما شاء الله ملحق اول جوله كواليفاينج. هاي جبنا كلتش الحمد لله، لحقنا الامور. هاي احمد ديزو، هاي صبري شغالين بالكلتش. زبط الكلتش صبري بيزو؟ تمام ان شاء الله. وين القديم بيزو؟ هاي القديم. هات صور. وين الصينية؟ مزحطين مبينين صح؟ اه مزحطين. خلص اكيد؟ اه تمام. والله دايما مغلبين لك مع صبري. شفت لما قلت لك انا هيك هيك كان قصدك عنها. يعني يوصلنا عمان بسرعه باقل من نص ساعه. هاي المعلم بيزو، كيف الامور سيدي؟ والله تمام بفضل الله الحمد لله. يعني الشباب بنجزوا، ومدير الصاله اخوي ابو القيسي يعني التيم مانجر تبعنا عمار القيسي، والله يعطيك العافيه لفايق والنبلسي. الشباب حيتان زي ما بدك. الله يسلم ايديك حبيبي. حبيبي والله. خلص الشباب، هلا بدنا نتاكد ان الكلتش اموره تمام. خلصت تجهيز السيارة الحمد لله، إن شاء الله تكون الأمور تمام. هلا إحنا على خط البداية، هاي سيارتي وسيارة دحام وسيارات مسابقين. أنا ودحام آخر إشي لأنه كان أول وأنا تاني، فهلا راح أعمل أول جولة إن شاء الله تكون الأمور تمام. عملنا أول جولة إن شاء الله تكون الأمور تمام. يمكن عندي كوركشنين يعني أكيد إن شاء الله توبتن. هلا عم غير كوشوك ننزل الجولة الثانية. طيب وهيك بكون انتهت الكواليفاينج. اخذت مركز ثالث، ابو نوفل الاول واحمد دحام ثاني، وانا اخذت مركز ثالث. الحمد لله كانت النتيجه منيحه. بس هلا راح نروح ننام نرتاح، وبكره اروح اتدرب كمان على السيميليتر. وبكره راح يكون لي جوله السباق اللي حيكون تاندم دريفت. هاليوم حينزلوا مين حيلعب مع مين، ف ان شاء الله بنقدم اداء جميل بكره. عندكم هنا الالتيما الاربي، كشنه الموتور. حاليا الشباب شغالين سهرانين على الموتور يشتغلوا فيه. الله يعطيك العافيه خالو. السلام عليكم. وين زاش روح؟ اي انت شو طلعك في الكاميرا انت؟ خلص احذف المقطع. لا يا اخوي والله يسعدينا يسعدينك. لا والله فكي موتور كامل عن السياره. كشنيته سببه دائما نزل ضغط الزيت، فنزل ضغط الزيت فهلا لازم يغير ترمبة زيت ويعمل زيت ويركب كشنيت متحرك. ان شاء الله يكون الكرنك كمان ما صار فيه شيء. ف بالتوفيق يا ابو الزاشي. ابو الخل كيف السياره؟ ابو الخل كيف السياره؟ نار 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 والله تمام. لا ما شاء الله عليها. شو كسرت ان شاء الله؟ ده ولا شيء. الله يعطيك العافيه حبيب قلبي. اموري تمام عادي صاف. انا هاي سياره الصديق رسلان. رسلان احكينا عن اول مشاركه لك. ما شاء الله. لا استنى احكي. طيب قسما بالله لا احكي احكي لنا. كثير حلوه والله نار. هيا الله
بدعة سلمي. احكي لنا عن اول مشاركه لك، كيف كانت بدعة؟ لا كثير حلو صراحه، ما توقعت انه انا اضبط يعني شوي يعني. كيف السياره ولا لا؟ كثير حلو، بما انك انت معيار هالامور كلها تمام. الله يسعد لك. كيف جوله تاعك؟ النتائج، شفت النتائج ولا استمتع؟ لا والله لسه، لانه تليفوني مش معي. اعطيني ماك بس. لا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. الله يخليك. يلا ايش كبير؟ على من وين جبتوا هذا؟ ابوي شغل طلع غسان. هي سيارتي، سيارة دحام، سيارة حمود السيستم. صار له زمان صراحة ما طلع على أجواء. نزل جولة تدريب مع عبد الله حمادة. امورها تمام، بس فيها مشكله واحده اللي هو لما ادعس كلتش مثلا بدي اركب جير ثاني ما عم بركب بسهوله. شفت في شيء بالفراي ويل؟ هي السياره تقريبا ممكن يكون هذا اخر سباق لها، لانه بعدين حيكون في سيلفيا وسيت اب جديد وموتور جديد. ان شاء الله على خير. انا ودحام وبنوفل اول ثلاث مراكز، ننزل جوله لحالنا اول شيء. فهي اول جوله لي حاليا، عم بعبي ايثانول مع ابو النبلسي. معك يا شباب، عبي ايثانول السياره في المنطقه المخصصه. بطل الساحه حبيب قلبي، الله يسعدك. المنطقه المخصصه للايثانول، شايفين هنا ضرامين الايثانول. هاي السيارات عم تستعمل. هسا اول جوله تاندم لي اخيرا، كنت انزل لحالي قبل شوي، هلا راح انزل مع صديقنا محمود شداد لاول مره تاندم انا وياه. طبعا بالقلب تكسير يعني. هسا صراحه حمود انا بحكي، حمود شداد اخوان ريسينج، حمود ريسينج المرقب، حمود ريسينج كنت اعرفه من زمان من وانا صغير، كان معي التيما. فهسا ان شاء الله راح ننزل تاندم انا وياه، جوله حلوه ان شاء الله. وفوزي وفوزك هو واحد اخوي حبيب قلبي يا محمود، ان شاء الله موفق. اهم شيء السلامه وبس. 100% حبيب القلب. Oh,
السؤال الدولتي مع حبيب القلب رسلان. أنا عمري. لا أول مرة. بخليك. خلص. كان بدي اكون انا وياك بالفاينل صراحه. للاسف احمد خير بس اطلع فوقك. بس مش انا اللي علت لك اياها، احنا اتفقنا يعني، بس مش انا اللي خربتها. ايش المشكله اللي صارت؟ والله انا حاسك انت دينامو. انت قلت شكلك دينامو يا اخوان، شكلك انت قلت لهم في كل شاط. انا والله يا اخوان الدينامو مش انا. شكلك مظبط احمد صبري، قلت لهم في كل شاط خلي دينامو يخرب. هيك القصه يعني احمد. اذا ما بتكمل اول مصيبه ان شاء الله. ان شاء الله اكلنا هو حتروح السلفيا شكلها. اخبط السياره ما عندي. خلص لعيونك ابشر. اذا هيك ابشر. هسه راح يكون نردي مع محمد كعوش. هلا لازم اطلع على الهولد ونبلش ان شاء الله. Woo!
شايفه ماشي. ارجع ميه. بس مرات ارجع مع البريك. تقول انت هيك مره واحده عم تقلبها هند ولا ايش تعمل؟ شيل ارجع مع البريك. ايوه منزل هوا. Ooh.
حاج مدلة اللي اعتاد من عندنا والتوفيق بصراحة بصراحة أنجز اليوم الثاني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طهت اخر جوله كانت لي مع انس الحلو في حصول على المركز الاول لاول مره بحياتي في بطوله تاندم دريفت. صراحه يا اخوان الشعور لا يوصف. هذول اصحابي اللي ورا هلكوني 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 يا اخوان. يعني احمد دحام يا اخوان شخص قد ما اشكره والله ما بوفيه شكر. اعطاني سياره من زمان, اعطاني اول شيء كمبيوتر لينك, خلاني انا كي امباسدور, اعطاني سياره جاهزه, جهز لي اياها بكل شيء فعليا, تكون جاهزه للمنافسه بهيك ايفنتات. شكرا احمد دحام على كل شيء, قسما بالله جد انك شخص يعني اللي انت عملت لي اياه هذا الفضل كثير كبير. احمد مش متخيل انت قديش انت اختصرت علي في حياتي وقديش حققت لي حلم انا كان من وانا صغير حلمي هذا. فشكرا احمد دحام, شكرا لك راجل ان ام كي بيرفورمانس. يعني انتم عارفين دائما بس يصير معي مشاكل اقل من نص ساعه, ساعه ماكسيمم ساعتين بكونوا حلين كل المشاكل. عشان اقدر انافس ابطال السياره لازم تكون جاهزه والفريق لازم يكون جاهز. فجد فريق صراحه الله يعطيهم الف عافيه. الحمد لله الحمد لله دائما وابدا. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه يا رب, وشكرا لكم يا احلى جمهور.